الدوحة ليشهد فريقهم المتوج بكأس الليبرتادورس ولقب الدوري البرازيلي لهذه السنة. كرة صعبة انطلاقة من هنالك عن طريق برونو إنريكي، التسديدة ولكنها بعيدة. أول محاولة للتسديد من بعيد في هذه صلي نابي كايتا، هاي صعبة هاي صعبة هاي خطيرة. نابي كايتا طلبها في المينو، نابي كايتا يلعق أرنود وسط لصلاح، دخل من هنالك صلاح. صلاح وصلاح مرة ثانية، رجعت الكرة وضاعت. إذا هو اللي خدمها كان الفندق، كرة خطيرة، راح صلاح راح صلاح راح صلاح راح صلاح. ما زالت الكرة صلبة خطيرة. كرة ثانية ضائعة، يا سلام. انطلق صلاح، الكرة لحقها ولحقتها، راقبها ومررها لنابي كايتا. كان صاحب التمريرة لنابي كايتا عندما سجل الهدف الأول في المباراة النصف النهائية. لحق الغيني، لحق المصري. الكرة على طبق ولكنها عالية فوق مرمى ديغو ألفيس. كرتان صعبتان، فرصتان ضاعتا لعناصر فريق ليفربول في ظرف 5 دقائق لعب لحد الآن. جو غوميز لم يتمكن منها، لم يقدر عليها روبيرو، راحت مباشرة في اتجاه أنتي روبرتسون. يخرج له ساديو ماني، ساديو ماني وروبرتسون، والتغطية الدفاعية رجعت للخلف لرودريجو كايو. تلعب في وسط الميدان مع جيرسون، ضاعت مجددا. أنتي روبرتسون وصلت لأرنولد، أرنولد بابا 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 بابا. يا لها من بداية ويا لها من ليفربول، يا لها من 5 دقائق، 3 فرص لعناصر ليفربول. أرنولد صاروخ أرض أرض. العالم للأندية، لأنه في كأس القارات فلامينغو سبق له أن فاز على البرازيل على ليفربول سنة 81 بالثلاثية. هندرسون يلعب لنابي كايتا، أرنولد بعيد عليه وراحت في التماس. التغطية من بابلو ماري تروح فيها الوسط، هيلة من جيرسون يتفوق ولكنها لم تصل لبرونو إنريكي. التغطية الدفاعية من هنا، وساديو ماني في صراع مع مارافينيا. ماني تفوق، عنده الكرة الآن مع فيرمينو. ساديو ماني، هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة بيني يا صلاح ماني. ولا لا، نبي كايتا ضاعت منه الكرة والانطلاقة في الهجمة المعاكسة لعناصر فريق فلامينغو. والتغطية من هنالك من تشامبرلين، راحت لهندرسون يطلبها فيرمينو 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 فيرمينو. والتغطية الدفاعية من هنالك عن طريق رافينيا وقلب دفاع رودريجو كايو. رافينيا مرة كرة من هنالك مع بابلو ماري في الأرض، الكرة راحت لمحمد صلاح، استلمها وانطلق صلاح يلعب بينية مع فيرمينو. وصلت نبي كايتا، دخل صلاح، ترجع له مرة ثانية، يطلبها نابي، ضاعت من صلاح وتسترجع من هنالك من الفيليب لويز وباربوسا وتشامبرلين. حكم خلى اللعب، ثم انطلق من هنالك من جابرييل باربوسا. عنده الكرة الآن، يلعب في العمق، كرة ممتازة بحتا عن انريكي، تلعب على الجهة اليمنى. تشامبرلين يغير برو على ارنولد، هايلة من هنالك على الجهة اليمنى ارنولد. بابا خليتها راحت، خليتها ضربت في الارض يا ارنولد. الكره راحت يمر رافينيا، ما زال في صراع. روبرتسون تفوق، ما زال يدخل عندي، ما زال روبرتسون يراوغ روبرتسون. والتغطيه دفاعيه، اندرسون يطلبها صلاح، هرب من وضعيه التسلل صلاح. الكره بعيده، 3 لاعبين امامه. جيرسون ماذا تفعل؟ نابي ما زال في صراع، تفوق نابي والحكم يقول خطا. اي 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 اي، لا اريدك ان تحدثني يا اندرسون، انا قررت بانه فيه خطا هنا رغم انه لعب برجل واحده. تقرا الان، يوصلها مباشره لرافينيا. ولا لا ولا لا، وباربوسا الدفاع مره ثانيه، ثم صلاح، نبي كايتا، صلاح مره ثانيه، فيليب لويز معاه، تسترجع الكره من جيرسون، يلعب بيني مع ديارس كايتا. والصراع، وصلاح يسرقها وفيرمينو، صلاح راح صلاح ولكنه لم يمر. فيليب لويز تدخلات قويه وصراعات ثنائيه كبيره وانطلق من هنالك. ارجع مره ثانيه، ترجع من عند جيرسون، راح روبيرو، كره خطيره روبيرو هنريكي، الكره خطيره وصلت لفيليب لويز. يلحق فيليب، يلعب مع ديارس كايتا. لويز واول انطلاقه من روبيرو من هنالك على الجهه اليسرى، يمر روبيرو، يدخل روبيرو، ما زال يدخل روبيرو. وجو غوميز في التغطيه، ثم اراه من امام صلاح والحكم يصفر خطا لمحمد صلاح. وطريق الدوحه في الايام القليله الماضيه، تسترجع من هنالك عند انطلاقه برينو انريكي. انريكي انريكي برينو انريكي، اي يا خطيره انريكي خطيره، اي يا 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 فان دايك. العملاق في المكان والأوقات اللازمة ينقذ الموقف، ثم راح أرنولد، كرته لم تمر. مينغو انطلق من هنالك، برينو إنريكي راح، برينو إنريكي راح، برينو إنريكي، أوي 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 أوي، برينو إنريكي راح، كاد يفعلها. يا سلام على التمريرة من ماري من أمام، أرنولد دخل وسدد ولكن التغطية
راس كايتا يرجع لجيرسون، جيرسون ديال راس كايتا، التغطية ممتازة من هنالك، نابي كايتا لم يقدر، والتوغل ما زالت الكرة خطيرة، فيليب لويد با 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 رائعة. مجددا كوستر تاع برازيلية محاولة الانطلاقة، برينو انريكي، انريكي ما زال، انريكي جو غوميس، روبيرو هاي كرة صعبة، روبيرو 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 يوصل عليها رافينيا، رافينيا اولا لا ليفربول، خليني نقول كرة خطيرة والتوغل، محاولة المرور وارنولد يغطي الكرة من امام برينو انريكي من دون تغيير على مستوى التشكيلتين، غوميس من امام ارنولد، الكرة البعيدة لمحمد صلاح من امام فيليب لويز لم يقدر عليها، نابي كايتا صلاح استرجعها يلعبها لارنولد، الكرة البعيدة لفيرمينو، الامر يتعلق بحدث تعيشه الدوحة، فيرمينو الى با 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 لعبة برازيلية من أروع ما يكون أمام فريق برازيلي من صناعة فيرمينو، استلمها وراوغ بها تلعب من هنالك، استرجعها ساديو ماني، حطها لأندي روبرتسون، ساديو ماني راح، ساديو ماني راح، ساديو ماني وفيرمينو يبحث عن نابي كايتا، استلمها كايتا طبعا أرنولد، هائلة 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 من فان دايك لأرنولد، يراوغ أرنولد، يدخل أرنولد، أرضية تشامبرلين، ماذا تفعل؟ يرجع لنابي كايتا مرة ثانية، البينية وصلت مباشرة لأرنولد وصلاح، لا فرصة ثانية، كرة ثانية في نفس سيناريو الشوط الأول، هاي الفرصة الثانية، هذه صعبة لا يمكن أن نقول بأنها ضاعت، بل صنعها محمد صلاح في وضعية صعبة، هي أصعب من كرة فيرمينو التي اصطدمت بالقائم الأيمن، هاي الكرة وانطلقها تشامبرلين 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 تشامبرلين، أيوي أندي روبرتسون وضع التسلل، الحكم خلى اللعب يا فيرمينو، هذه مباراة كبار، هذه مباراة عمالقة، هذه مباراة كلها إثارة، فيرمينو كان في وضع تسلل من كرة أندي روبرتسون، يا 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 لا من مباراة، حرام أن مباراة، لا لا مش حرام، يعني لا أعتقد بأن استاد خليفة في على الأقل في الخمس سنوات التي مضت، صلاح 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 راح صلاح راح صلاح يلعب الكرة، صلاح مازال صلاح صلاح مازال كرته لم تمر، وصلاح لا وضع التسلل، الحكم يشير إلى وضع التسلل من محمد صلاح، كنت سأقول لكم ما زال زوج لاعبين صاروا ثلاثة، تشامبرلين يتفوق وما زال، والحكم خلى اللاعب وما زال، وتشامبرلين وضعت منه أرو يلعبها على الجهة اليسرى، الكرة البينية، برينو فيليب لويز راحت لدياراس كايتا، كرة خطيرة يطلبها من هنالك باربوزا، أولالا روبرتسون ما زال، البينية ضاعت منه الكرة والانطلاقة باربوزا ودياراس كايتا، دياراس كايتا هاي صعبة هاي صعبة، وصلت لباربوزا مرة ثانية، باربوزا يبحث عن انريكي، وصلت على الجهة اليسرى لدياراس كايتا، كرة خطيرة هنا بكايتا جو غوميس وارنولد، ارنولد الكره البعيده راح ماني والتغطيه دفاعيه كي وارنولد، برينو انريكي وارنولد، اوه باربوسا التسديده، اي 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 هذا برازيل والا فلا، هذا فلامينغو، ماذا يفعل بليفربول منذ الكرتين الصعبتين لليفربول في الخمس دقائق الاخيره، اللعب انقلب تماما لصالح عناصر الفريق البرازيلي، عفيه العمق لفيرمينو، فيرمينو نابي كايتا، نابي كايتا صلاح متسلل 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 يا محمد متسلل يا محمد متسلل يا محمد متسلل يا محمد، حكم المساعد رفع الرايه معلنا وضع التسلل من محمد صلاح، يقول لم اسمع، نعم نعم واضح واضح بمترين او ثلاثه وضع التسلل من محمد صلاح، هنا التغيير